السلام عليكم. لو في مطبخ اموال ان شاء الله، ثاني حلوى مع السلامه. حنعملها لكم نهار اليوم، اللي هي الجلجلانيه، لكن بطريقه اقتصاديه. يعني انا كل عيد صراحه يعني نحب الحلوى تاع الجلجلان، لازم تكون حاضره عندي في العيد. واش راح نحتاجو في هذه الوصفه؟ راح نحتاج 250 غرام تاع لا مارغرين تكون طريه. دائما الاخوات يسقسوني واش نستعمل ماني او لابيل او الصول، يعني هادو في ثلاثه راح ينجح لكم به الحلويات. راح نحتاج نص كاس تاع السكر كلاصي، نحتاج كاس تاع اتاي تاع الزيت، لافاني، ثنين صفار نديرهم في العجين، والبياض نشبهو به الحلوه تاعنا. هنا عندي تقريبا كاس تاع، تقدري تروحي حتى الكاس تاع الجلجلان يكون محمص. هنا عندي كاس تاع الكاوكاو محمص ومطحون رطب شويه، مغرف صغيره تاع خميره الحلوه، والفرينة الخاصة بالحلويات باش نلمو العجينة تاعنا. يعني وصفة سهلة. واش ندير؟ نبداو بالطريقة. ندير سكر كلاصي، الكاس تاع اتاي تاع الزيت. كاين بزاف اخواتي يسقسوني شحال يرفد هذا الكاس تاع اتاي. يرفد 80 مليلتر، عاود 80 مليلتر هكذا باش يعرفوا. ندير لهم شويه تاع لافاني، بودره ولا ليكيد كيما حبيتو، مغرف صغيره، كل وحده دير واش متوفر عندها. ندير معاهم هذاك الجلجلان باش يتلقوا لنا البنه تاعهم، ندير هذاك الكاوكاو، ندير كلش مع بعض يعني، وندير هذوك تنين صفار تاع البيض، ندير البياض اللي هنا في الطبسي. بسم الله. اذا والصفار نديرو في العجينه. هذا البياض على جهة ونبدا نخلط في هذه المقادير. الجلجلانية يعني الوصفة الأصلية تندار غير بالكاوكاو ولا باللوز ونرمدوها في الجلجلان، لكن احنا نحبو شوية الوصفات الاقتصادية واللي يقطعو شوية حتى هذه تجي الطعم تاعها يعني روعة. تجي بزاف بنين، خاصة اللي يحبو الجلجلان مع ذوق الكاوكاو راح يعطينا طعم روعة. نعم تخلطوا لنا. نبدا ندير الفارينة ونلم في العجينة تاعنا. إذا ندير كمية تاع الفارينة، ندير مغرف صغيرة تاع خميرة الحلوة. بسم الله. إذا مغرف صغيرة يعني هي نص كيس تاع خميرة، وندلم في العجينة تاعنا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية وما تتلصقش في اليد. شوفوا دائما الطريقة. بالنسبة للعجينة تاع الصابلي، كاين بزاف اخوات ماش تنجح لهم لانه الصيف والسخانة، والعجينة ما لازمش تخلطوها بزاف. ودائما نعطيكم نصيحة تاع الكيس، رغم اني يعني عطيتها لكم هذه مدة، يعني هاد لاستيس يعني عندي اكثر من عام اللي عطيتها لكم، دائما استعملوا الكيس ماكم خاسرين والو يعني، هكذا باش تتجنبوا دوك التشققات تاع العجينه وما تقدريش ترفديها. اذا نكمل انا حتى نلم العجينه تاعي. اذا الان نبدا نشكل في الحلوه تاعي. هذاك البيض تاعي نحكمه، نخلطو شويه بالفرشيطه. هنا عندي كميه تاع الجلجلان ماشي محمص، يعني درناه في العجينه محمص، ونزينو به ما يكونش محمص لانه كي تدخليه للكوشه راح يتحمص لنا. عندي هنايا طابع، راح لي الاسم تاعو عذرا، طابع على شكل مثلث. دائما انا نستعمل كيس بلاستيكي، يعني كيس بلاستيكي ما نحبش، يسهل عليا بزاف الخدمه. ونرفد الحلوه تاعي بالخف. اذا ندير كميه تاع العجين. شوفوا العجينة كيفاش تجي تشقق يعني حتى تاع الصابلي، لكن كي ديريها في الكيس راح تتجنبي هذاك المشكل. راني شعلت الكوشة تاعي الفرن على 180 درجة هكدا باش ندير مباشرة الحلوة تاعي طيب. إذا نفتح العجينة تاعي وما تكونش رقيقة بزاف. بهذه الطريقة كما نشوفوا نخلوها شويه خشينه.
شو نبدا نطبع بالمثلث ماشي المبرج، هذا السامبل بهذه الطريقه. بعد واش ندير نركب المثلث تاعي كما قلت لكم، ما ترقوش العجينه، نديرها نحط على جهه باش تخدم مليح، نديرها في بياض البيض كامله، وبعد نرفدها ونديرها في الججلان، نغمدوها مليح في الججلان. ها هي الحبه تاعي، نديرها في المول اذا نزيد حبه. نكمل الحلوه تاعي كامل بنفس الطريقه، هنا فقط نسيو كيفاش ما نرفدوش معها البيض، نديرها في الجلجلان. ها هي الحلوة تاعنا. اذا راح نكملها كامل بنفس الطريقة، ندخلها الفرن 180 درجة تاخذ لون ذهبي، نخرجها ونعاود نرجع لكم. اذا هنا بعد ما طابت الحلوة تاعي ها هي امامنا، هنا الحلوة مازالت دافية يعني ما خلوهاش تبرد مليح، والعسيلة كان على برا يعني ماهوش جامد بزاف كما رانا نشوفو، ونعسل الحلوة تاعي. هادي عفوا، اذا نبدل الفرشيطه ونعسلو الحلوه بهذه الطريقه. كي تكون دافيه رايحه تشرب لنا العسل وغير بالعقل، ونديرو في الكسكاس يقطر مليح. اذا نديرو في الكسكاس، نزيدو حبيبه. اذا نعسل الحلوه تاعي كامل مع بعض يعني كامل نكمل الحلوه تاعي، نديرها في لي كيسات طبق التقديم يعني نديرها تقطر شويه من داك العسل الزائد، ونلتقي فيما بعد باش نوريكم في طبق التقديم. اذا ها هي الحلوه تاعي بعد ما عسلتها، شوفوها عن قرب، تجي روعه هاد الحلوه هذه. نتمنى انكم تجربوها لانها فعلا بنينه. بالمناسبه حتى قناه احسن ما جربت راح نحط لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو تاعي، هي عملت الججلانيه في مول السيليكون، وانا عملت لكم الججلانيه بالعاجين على شكل مثلث على شكل تقليدي. شوفوا الفيديو تاعها وشوفوا الفيديو تاعي، الوصفه اللي تعجبكم يعني طبقوها. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها فعلا فعلا بنينه. راح نقسم لكم حبيبه باش تشوفوا كيفاش يجي عامل من الداخل، شوفوا كيفاش يجينا، يجي بزاف بنين. هذاك الكاوكاو والججلان في القلب العجينه يجي بزاف شباب. اذا الوصفه تاع اليوم ها هي امامنا واجده، والى نتلقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.